بدينا. السلام عليكم خوتي خوتي، مرحبا بكم على قناه الحميدي. الناس اللي اول مره التحقت فكنقول لهم مرحبا بكم ضمن العائله طبعا الكبيره والصغيره ديالكم. فهذا اليوم غادي نهضروا على واحد الموضوع اللي هو موضوع مهم ومطروح بشده خصوصا في الاونه الاخيره، وهو موضوع تعلم اللغات. وكما شفتوا في الخطاب الاخير ديال يعني اعلى سلطه في البلاد تحدثت عن تعلم اللغات، هنا كنقصدوا يعني باللغه الفرنسيه واللغه الانجليزيه. اذا في هذه الحلقه غادي نهضروا تحديدا على تعلم اللغه الانجليزيه، وجبت لكم خطوات مهمه جدا. طبعا هذه الخطوات ماشي ديالي انا، وانما جبتها وترجمتها من احد يعني اشهر شخص تعلم 9 لغات ويتقنها اتقانا، وهو ماثيو. هذا ماثيو هذا حدد الا بغيتي طبعا يعني تعلم لغه معينه خاصك يعني خطوات، وهذه الخطوات هذه هي اللي ان شاء الله غادي نطرق لها طبعا في هذه الحلقه. اذا ملاحظه هو ان الفيديو راه غادي يكون شويه طويل، لكن الا تبعتوا معايا الفيديو من البدايه حتى النهايه فان شاء الله غتخرجوا بواحد الخلاصه اللي هي مهمه جدا. وطبعا الا تبعنا هذه الخطوات اللي انا غادي نقول دابا، فواخا تكون ما كتعرف حتى كلمه في اللغه الانجليزيه، فان شاء الله من هنا يعني واحد الاشهر يعني غادي تكون ان شاء الله يعني في اللغه الانجليزيه كتفهم شويه طبعا يعني شويه بشويه بشويه ان شاء الله، حتى نوليو اننا كنهضروا باللغه الانجليزيه وكنكتبوا يعني باللغه الانجليزيه، وخصوصا يعني اصبحت لغه عالميه يعني فين ما مشيتي دابا ولات اللغه الانجليزيه فارضه راسها وبقوه يعني كبيره جدا. طبعا الا بغيتي تنقد راسك انت او لا انت اللي كتشوفي فيا، فالسبيل الوحيد والطريقه الوحيده هو انك تعلم اللغه الانجليزيه، اتعلم اللغه الانجليزيه. اذا غادي نبدا بالخطوات حسب ماثيو. اذا اول خطوه الى بغيتي تتعلم اللغه الانجليزيه هو خاص يكون عندك دافع، بمعنى اخر شنو هو الدافع اللي كيخليني او اللي غيخليني انني نتعلم هذه اللغه هي اللغه الانجليزيه. طبعا كل واحد فيكم الا عنده دافع معين. طبعا انا مثلا انا بغيت نتعلم اللغه ولا لا نتعلم اللغه الانجليزيه باش انني نترجم مقالات طبعا في التخصص ديالي. اذا لابد خص يكون على سبيل المثال، اذا لابد خص يكون عندك دافع محدد ومعين اول حاجه، لان الا ما كانش عندك الدافع فغادي توقف على تعلم هذه اللغه. اذا الدافع هو او الحافز هو اللي كيخليك انك تعلم يعني هذه اللغه. اذا هذه الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه هو انك خاصك تستمع اولا اللغه الانجليزيه، بمعنى اخر الاستماع ثم الاستماع، لان اول مفتاح لتعلم هذه اللغه هو الاستماع. بمعنى اخر تصور هذا ماثيو كيقول لك خصك تكون بحال الطفل اول مره ملي كيتزاد شنو كيدير؟ ما كنبقاوش نعلموه قول هذه الكلمه وكيبقى يستمع يعني. اذا هذا ماثيو كيقول لك الخطوه الثانيه الا بغيتي تتعلم اللغه الانجليزيه هو انك تستمع. قول طلق شي حاجه او لا يعني محادثه معينه قولها وتبقى تستمع ليها، سمع ليها، سمع الموسيقى، سمع المحادثات، سمع يعني الراديو، سمع الاخبار باللغه الانجليزيه الى غير ذلك. اذا اول حاجه هو الاستماع. الخطوه الثالثه هو كيقول لك لا تحفظ الكلمات. الطريقه التقليديه والطريقه الكلاسيكيه هو اننا كنا كنحفظوا الكلمات، كتشد الكلمه وتبقى تحفظها. شنو كيقول لك؟ يقول لك لا معنى للكلمات ان لم تكن قادرا على تكوين جمله مفيده. بمعنى اخر انت كتحفظ الكلمه عن في معزلين عن كلمه اخرى، ملي كتجي كتعبر كتلقى راسك ما كتعرفش كيفاش دير تعبر او تجمع هذه الكلمات. اذا لا معنى، كيقول لا معنى للحفظ ديال هذه الكلمات. وشنو كيعطينا؟ عليك ان تتعلم جمل وتراكيب. بمعنى الا بغيتي تحفظ غتحفظ جمله مركبه من الفعل فاعل، جمله عندها معنى، وتراكيب كامله
كل من يدرس الجمل يستطيع تعلم اللغة اللغة وقواعدها بشكل جيد وسريع. إذن أي واحد كيبغي يتعلم اللغة، طبعا هنا كنهضروا اللغة الإنجليزية، عليه أن يتعلم جمل وتراكيب، جمل وتراكيب، ما يحفظش الكلمات. طبعا إذن هذه الخطوة الثالثة. الخطوة الرابعة هو اللغة تحتاج للممارسة في كل يوم. إلا بغينا الإخوان أن تعلموا اللغة الإنجليزية خاصنا أن نكونوا كنمارسوها بشكل يومي، بشكل يومي، ماشي يكفي أننا نهار في الأسبوع أو لا ولا أسبوع في الشهر إلى غير ذلك، فخص تكون عندنا يعني بشكل يومي. التحدث بها مع نفسك، بمعنى آخر إلا حفظتي مثلا جمل معينة، جمل معينة، فحاول أنك تهضر مع راسك، مع نفسك، مع راسك، يعني حاول انك يعني تحدث معها باللغه الانجليزيه. حاول، كيقول لك حاول انك تفكر باللغه الانجليزيه. اذا غالبا حنايا دابا كنفكروا بالدارجه، اذا لا، غنحاولوا نقولوا لا، غنحاولوا نفكروا باللغه الانجليزيه. ثم الاستماع الى المحادثات على الانترنت، والحمد لله دابا في الانترنت موجود محادثات باللغه الانجليزيه، اقول باللغه الانجليزيه، ما فيها بس الا كانت مترجمه، ولكن يعني ما نركزوش على ديك الترجمه بقدر ما نركزوا على اللغة الإنجليزية، يعني هذوك المحادثات بيناتهم مثلا، المهم محادثات ما بين شخصين كيتهضروا بيناتهم. إذا واخا تكون يعني اللغة بسيطة طبعا، لكن الأهم هو أن نشوفوا هذوك المحادثات كيفاش كتجرى. ثم البحث عن شخص له نفس الرغبة، بمعنى آخر إذا بغينا نتعلموا واحد اللغة هو أن نبحثوا على شخص معين أو لصديق حتى هو عنده نفس الرغبة، حتى هو باغي يتعلم اللغة الإنجليزية، يعني علاش؟ وكنحاولوا كنتنافسوا بيناتنا. تصور مثلا انا كنقول له جمله هو ربما يقول لي جمله اخرى الى غير ذلك، فكتكون واحد المنافسه بيناتنا. كنشرح له كنقول هذه الجمله اللي قلت لك دابا راه كنقصد بها، اش كنقصد بها، اش كنقصد بها، اش كنقصد بها، ثم عاوتاني هو يقول لي جمله وديك الجمله يشرح لي يقول لي اش كنقصد بها. اذا فبالتالي كنكونوا كنتعلموا عن طريق القرين، ها، عن طريق القرين. هذه الخطوه الرابعه. اما الخطوه الخامسه وهي لا تخشى الخطا امام المتقنين، بمعنى اخر ماثيو كيقول لنا خصك تكون كطفل. الطفل ملي كيقول شي حاجه ربما انك كتضحك الكبار، لكن بالنسبه له ما كتضحكوش، لكن ما كيخافش، كيقولها بجراه. اذا هكا كيقول لنا ماثيو، كيقول لنا يعني ما تخافش الاخرين يضحك عليك، لا راه حيت انت ما كتعرفش الى غير ذلك. فهو يعني طبيعي، طبعا طبيعي اننا يعني نخافوا، طبعا اننا يعني نخشاو الى غير ذلك، نظرا يعني للسن ديالنا والمستوى ديالنا. بعض الاحيان لا مستوى ديالي انني طالع، فالا قلت هذه الجمله هذه وكانت خاطئه قدام واحد مثلا يتقن اللغه الانجليزيه فيضحك عليا، فلا، نحن نتعلم، اثنان لا يتعلمان. طبعا ثلاثه، عفوا، المستحي والمتكبر. اذا نكونوا مبادرين طبعا. ثم يعني كنخافوا من الاحراج قدام هاد الناس هادو، اذا فبالتالي ما كنخافوش، كنخافوا على اننا يعني نتكلموا باللغه الانجليزيه. الخطوه السادسه وهي كن اكثر جراه، كن اكثر جراه، بمعنى اخر الشخص اللي كيعرف مثلا اللغه الانجليزيه وكيتقن اللغه الانجليزيه، فبالتالي يعني نكونوا جريئين، لان نحن نتعلم، راه ماشي في قوة الضعف، وإنما احنا في قوة، لأننا نتعلم لغة اللي هي جديدة لنا إلى غير ذلك، فما بيبس أننا نسولو، ما بيبس أننا يعني نحرجوه بالأسئلة إلى غير ذلك. ثم الخطوة السابعة وهي الأخيرة حسب ماثيو، هو اجعل اللغة جزءا من حياتك. اذا اللغه تولي جزء من حياتنا، كنفطروا كنفيقوا من النعاس، اذا نقولوا جمله معينه للشخص اللي وحدنا واللي قريب، ربما العائله، ربما نقدروا نهضروا مع الام او نهضروا مع الاخ وهو ما كيفهمش اللغه الانجليزيه، اذا نقول ربما ذات سته، لكن خصنا نكونوا بمعنى اخر اللغه تكون جزء منا، كنفيقوا عليها، كنفطروا بها، كنتغداو بها، كنتعشاو بها، غاديين في الزنقه وحنا كنهضروا بها الى غير ذلك. اذا خوتي خواتاتي، كنتمنى على ان هذه الخطوات هادو طبعا نطبقوهم،
إذا طبقناهم فكونوا أكيدين ويعني حتى يعني أشهر القنوات الإنجليزية وحتى يعني العربية فطليت عليهم وشتهم. طبعا هادو هما الخطوات الأساسية اللي كنصحوا بهم الناس طبعا الى بغيو يتعلموا اللغه الانجليزيه. اذا خوتي خواتاتي كنتمنى على ان هاد السنه هذه ان شاء الله هاد الموسم هذا نخرجوا به وحنا يعني معلمين على الاقل يعني واحد المجموعه من الاشياء في اللغه الانجليزيه. اذا غادي نمشيو خطوه بخطوه مرحله بمرحله حتى نتقنوا هاد اللغه اللي هي كنعتبروها لغه صعيبه. طبعا راه ماشي لغه صعيبه لكن حنا اللي كنصعبوها. اذا خوتي خواتي ما تنساوش على انكم تنزلوا تبركوا على زر صابوني ودعموني للمزيد يعني من طبعا نزل مجموعه من الحلقات على ذلك. فاضرب لكم موعدا الى الحلقه القادمه ان شاء الله. الى اللقاء.